بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. عالج عليه الصلاة والسلام، وهو من لا ينطق عن الهوى في هذا الحديث المعجز، موضوع الوباء من عدة جهات: من جهة الطب، ومن جهة الوازع الأخلاقي، ومن جهة الضمير الإنساني، فكل إنسان مسؤول عن تصرفاته. فهل يرضى الإنسان بأن يضر الآخرين بخروجه من الحجر الصحي؟ لذا أمر عليه الصلاة والسلام بالبقاء، وأن من يخالف ويخرج من الحجر إما خوفا من الموت وسوء ظن بالله عز وجل، أو استخفافا بالأوامر الصادرة في حقه من جهة الإدارة الطبية أو الصحية أو من جهة ولاة الأمر، فقد عرض نفسه للعقوبة. وهذا يساوي ذلك الذي يفر من وجوه الأعداء في أرض المعركة، وهذا لا شك كبيرة من كبائر الذنوب. ونحن إخواني في هذه الظروف التي نمر فيها نؤكد دائما بما لا يدع مجال الشك أنه لم يأتي دين يحافظ على سلامة الإنسان ويعلي من قيمته مثل الإسلام. فقد سبق الإسلام في وضع نظام الحجر الصحي لتطويق الوباء، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وعلينا جميعا أن نعلنها ونقول: ملتزمون يا وطن.